كان بالمكي الجراب يعمل كل الأيام طيلة السنة يجلب الماء إلى سكان حي الطالعة في فاس. كانت له أسرة أجهد نفسه في إعالتها، وكان يصر على أن يتعلم الأبناء حتى لا يكون نصيبهم من الدنيا أن يرثوا عنه حرفة الجراب. كان له جار غني، وكان بين ولده عبد الرحمن وإحدى بنات الجار الثري قصة حب. حالت جذور الفقير لديه دون زواجه من بنت الثري، وقرر ألا يتزوج غيره. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. ولد الجراب. حتى سبعينيات القرن الماضي في المدن المغربية العتيقة خاصة، لم تكن أغلب البيوت مرتبطة بشبكة توزيع المياه، وكانت الأسر بحاجة إلى من يجلب لها الماء الذي تحتاج إليه. كانت تلك الحاجة وراء انتعاش حرفة الجراب، ذاك الشخص الذي يحضر المياه إلى البيوت لقاء أجر. وكانت هيئة الجراب بنفس هيئته التي يرى عليها حالياً في الساحات الشهيرة في المدن العتيقة كساحة جامع الفنا في مراكش، بل إن أحياء بكاملها نشأت في تلك المدن العتيقة يسكنها الجرابون. من تلك الأحياء قصبة النوار وقصبة فلالة في فاس، ودوار نوايل في حي يعقوب المنصور بالرباط، وحي سيدي موسى في سلا، وغيرها من الأحياء. في فاس اشتهر الجراب المكي بن عبد الرحمن تواتي، وقد عرف باسم بالمكي. كان يجوب طيلة النهار حي الطالعة، يمد البيوت بما تحتاجه من ماء. كان كل مساء يأوي إلى منزله المتواضع، وكان بجواره منزل فسيح تسكنه عائلة الحاج المختار السلواني، تاجر الأواني المستقدمة من بلاد الإنجليز. كان هذا التاجر زمن الحماية الفرنسية يتمتع بحماية إنجليزية، ولذلك لم تكن يد سلطة الحماية تمتد إليه. ذاك زمن ولى باستعادة المغرب استقلاله. كان الحاج المختار السلواني رجلا يحب التباهي بما لديه من ثروة وأبناء، وكان جاره الجراب بالمكي يعاني من ذلك في صمت، فلا يكف عن تشجيع أبنائه على الاجتهاد في الدراسة والتحصيل. كان حريصا على أن يوفر لهم لقمة العيش قدر ما يستطيع. يعمل كل أيام الأسبوع وكل أيام الشهر وكل أيام السنة، حتى أيام الأعياد الدينية كان يحمل قربته ليوفر لأسر كثيرة في حي الطالعة ما تحتاج إليه من ماء. لما حصل ابنه البكر عبد الرحمن على شهادة الدروس الثانوية، وكان طالبا في كوليج مولاي إدريس في العام 65-900 و1000، كانت قوى الجراب بالمكي قد خارت ولم يعد يقوى على العمل. وقد حصل عبد الرحمن بن المكي التواتي على وظيفة ضابط للشرطة، وتم تعيينه في الأمن الإقليمي بفاس. وكان أول ما قام به الضابط الشاب أن تولى أمر الأسرة وحل مكان أبيه. كان الوقت قد حان بالنسبة لبالمكي الجراب ليستريح من قربته التي لازمته سنين عديدة. كان رجلا حكيما، إذ طلب أن توضع تلك القربة في إطار جميل وأن تعلق في مكان ظاهر. كان بالمكي يريد أن يظل أبناؤه يذكرون تلك القربة التي طالما أنهكت كاهل أبيهم حتى يوفر لهم لقمة العيش. كان يرى أن تلك القربة السوداء المصنوعة من جلد الماعز تستحق أن يحتفى بها.
سريعا أثبت الضابط الشاب عبد الرحمن كفاءته وتم تعيينه على رأس إحدى الفرق الجنائية في المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية. عرف بين زملائه بالنزاهة ونظافة اليد. حين كان بعضهم يحاول أن يعيره بحرفة أبيه، لا يتردد عبد الرحمن في إبداء افتخاره بأنه ابن جراب فقير استطاع بعرق الجبين أن يبني أسرة ويربي أبناءه تربية حسنة. كان منزل عائلة الجراب مجاورا لمنزل التاجر الثري الحاج المختار السلواني، ولكن الحدود التي تفصل بين الفقر والغنى لا يعترف بها الحب، فقد كان عبد الرحمن يحب هنية إحدى بنات الحاج السلواني، كانت تصغره بثلاث سنوات. وقد ظن عبد الرحمن أن نجاحه في الدراسة ثم في وظيفته في أسلاك الأمن الوطني من الأمور التي تؤهله ليتقدم لطلب يد هنية. أسر إلى والدته بما يريد، ولم يكن بالمكي ليعارض. لم يبدي الحاج السلواني معارضته، ولكنه قال إن الرأي رأي هنية. في الواقع لم يسمع رأيها، فقد عارضت والدتها وبشدة أن تتزوج ابنتها بنت الحاج السلواني التاجر المعروف بابن الجراب. لكم أن تتصوروا الصدمة التي أصابت عبد الرحمن. لقد ظل يحلم سنوات بالزواج من تلك التي أحب. كانت الفتاة تبدي حبها له من خلال ما كانت تبوح به لشقيقاته، وبالرغم من معارضة أمها فإن عبد الرحمن ظل يحافظ على علاقته بهنية. بعد أشهر معدودة، بعد أن أصابه مرض مفاجئ، توفي الحاج السلواني. وتسارعت الأحداث، وما أن انقضت بضعة أسابيع حتى تقدم أحدهم لخطبة هنية. كان رجلا من أقارب والدتها يدعى الصديق بوجمار، زوجته هنية. فقد عبد الرحمن كل أمل في أن يلتقي مع تلك التي أحب تحت سقف واحد. بعد فترة قصيرة استطاع بوجمار أن يهيمن على كل ما تركه الحاج السلواني من متاع. لم يكن أبناؤه قد بلغوا سن الرشد، وقد استغل بوجمار الثقة العمياء التي كانت تضعها فيه حماته وقريبته فئان ليحصل منها على توكيل يتيح له التصرف في ذلك الموروث. كانت أصداء ما يحدث تتناهى إلى عبد الرحمن همسات لشقيقاته كلما التقينا هنية. كان يحزنه ذلك. آل الضابط الشاب على نفسه ألا يتزوج إذ لم يكتب له الارتباط بتلك التي أحب. سيطر بوجمار على كل ثروة الحاج السلواني، نقل إلى اسمه ما كان ممكنا أن ينقل، وصار الآن يريد التخلص من هذه العائلة. لم يرزق الولد من هنية، وادعى أنها عاقر وسعى إلى تطليقها. تخلص منها، طلقها، وبذلك لم تعد تربطه بعائلة الحاج السلواني أي علاقة. مضى عبد الرحمن يحاول نسيان الماضي وانهمك في عمله. لم يعد يتابع أخبار هنية وعائلتها، ولا كان راغبا في ذلك. أصاب عائلة السلواني الفقر، واضطرت الحاجة أرملته إلى العمل كخياطة، وهي الحرفة الوحيدة التي كانت قد تعلمتها في الصبا. وغادر الأولاد المدرسة للعمل عند الحرفيين، بينما وجدت هنية عملا في إحدى شركات النسيج. كان جمالها وبالا عليها، تحرش بها كثيرون، وضغط عليها أحد المسؤولين في الشركة حتى استجابت لنزوته مرغمة. بعد أسابيع أحست بأنها حامل، ولما أبلغته بذلك وطلبت منه أن يتدارك الأمر وأن يتزوجها صم أذنيه. في محنتها تلك لم تجرؤ هنية على طرق أي باب سوى باب عبد الرحمن ولد بالمكي الجراب. قصدته لتسجيل شكايتها ضد ذاك الذي أرغمها على الاستسلام له. فاجأته زيارتها. لما علم بقصتها لم يتردد في مساعدتها. استدعى مسؤول شركة النسيج، ولكنه لما حضر أنكر ما تنسبه إليه هنية، وزعم أنها تعاشر شبانا كثيرين في الشركة. في سبعينيات القرن الماضي لم تكن متوفرة الوسائل المتاحة الآن والتي تمكن من إثبات النسب. أيقن الضابط أن لا سبيل لحل المشكلة التي وقعت فيها هنية. كان يحبها، وقد قرر أن ينقذها مما هي فيه.
مضى إلى والده بالمكي يستشيره في أن يتخذها زوجة ويسترها. وافق بالمكي، بل إنه نصح ابنه أن يساعد عائلة جارهم الحاج السلواني في استعادة أملاكها من ذاك الذي احتال عليها بوجمار. تزوج عبد الرحمن هنية. بعد 3 أشهر لم تظهر عليها علامات الحمل المتعارف عليها. عرضها على طبيب متخصص أثبت أن المرأة غير حامل، وأن ما تجده إنما هو ناتج عن حالة نفسية تسببت فيها علاقة أرغمت عليها. كان زواج ولد القراب من هنية لما كانت في موقف ضعف رسالة قوية إلى والدتها التي قللت من شأنه وعارضت تزويجه منها قبل سنوات. كان عليه الآن أن يعمل على مساعدة تلك الأسرة التي دار عليها الزمان وتمكينها من حقوق شرعية لها. أعد ملفا متكاملا وحصل من أرملة الحاج السلواني، وقد صارت حماته الآن على توكيل للنيابة عنها وأبنائها القاصرين. كان له صديق قاض مضى يستشيره. بعد أن اطلع على الملف لاحظ أن الأمر طاله التقادم ولا سبيل لرفع دعوى قضائية ضد الصديق بوجمار، غير أن القاضي لما أمعن النظر في الملف لاحظ أن أصغر أبناء المرحوم السلواني لم يكن قد أتم عامه 21، وأن لديه الحق في الطعن في السلطة التي كانت مخولة لوالدته في النيابة عنه. نصحه القاضي برفع دعوى مستعجلة وأن يتدارك الأمر قبل فوات الأوان. كان ذلك مدخل عبد الرحمن في مساعدة عائلة السلواني. تولى ضابط آخر تدبير هذا الملف، فقد كان التفويض الذي حصل عليه عبد الرحمن من حماته يجعله طرفا. استدعى أرملة الحاج السلواني التي أفادت بأنها لم تفوض قط المدعو الصديق بوجمار لنقل ممتلكات الورثة إلى اسمه. أتت بنسخة من التوكيل لم يكن فيها ما يتيح لبوجمار التصرف المطلق، كان توكيلا لإدارة تلك الممتلكات. كان جليا أن بوجمار خان الأمانة ويتعين الآن استجوابه. ولما مثل حاول أن يراوغ وأصر على ضرورة حضور محام معه، ولكن الضابط ذكره بأن حضور المحامي وفق القانون لا يتاح إلا في حال الاعتقال أو إذا وضع رهن الحراسة النظرية. كان على بوجمار أن يجيب على أسئلة الضابط. زعم أنه ما سجل تلك العقارات في اسمه إلا بطلب من أرملة الحاج السلواني. كان الصديق بوجمار واثقا من أنه مقبل على معركة خاسرة إن هو أصر على المواجهة، ولذلك ما أن غادر المفوضية حتى بادر بالاتصال بعبد الرحمن. طلب منه أن يلتقي به عند محاميه، بل طلب حضور محامي أرملة وأبناء عائلة السلواني. وافق عبد الرحمن، غير أنه تعمد أن يتوجه بمفرده إلى الموعد، وقد فاجأه المحامي بأن موكله يعرض إعادة بعض الممتلكات التي سجلها في اسمه لفائدة هنية لقاء تنازل أرملة وأبناء الحاج السلواني عن متابعته أمام القضاء. غادر المكتب فورا، ولما انفرد المحامي بموكله بوجمار نصحه بإرجاع الممتلكات التي استحوذ عليها إلى أصحابها. لم يقبل بسهولة، ولكنه في النهاية انثنى، إذ أيقن أن كل امتناع سيقوده إلى الهاوية، وبذلك تسنى إبرام صلح بين ورثة الحاج السلواني وبوجمار. وقد حرص عبد الرحمن ولد بالمكي القراب على أن يحاط الاتفاق بكل الضمانات القانونية. استعاد ذوي الحقوق حقوقهم. بالنسبة لعبد الرحمن ذاك ملف طوي، وآن له أن يستمتع بحياته إلى جانب تلك التي أحب أولا وأخيرا. ملفات بوليسية.